دابا نرحبوا بالدكتور محمد وحسين الاخصائي في تغذيه. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ كل شيء مزيان؟ لاباس عليك. صحه لاباس. راه ما ردعنا ما كلنا اللي بيبي حتى تجي عندنا. اذا قلتي لنا غير الحليب بعدا هو الاساس، فديك المره تكلمنا على بعدا قبل الحليب باش تذكير بسيط لكاع الناس اللي ما تبعوناش ربما في الحلقات السابقه، قلنا باللي اهم واغنى واحسن غذاء للرضيع هو حليب الام، حليب الام اللي كيمكن انه يتهيئ ويتكون من الشهور الاولى او الوسطى ديال الحمل انطلاقا من التغذيه السليمه وانطلاقا كذلك من بعض الوصفات التي تدر الحليب. يعني ما نجيوش حتى نولدوا عدم بداو نقولوا لها كلي هذه وكلي هذه، راه كدير الحليب كيخص منه. وهذا لا يمنع انه في حاله ما الى غفلت هذا الامر هذا راه ممكن تدارك الامر بمجموعه كذلك من الوصفات اللي حطيناها على صفحتنا على الفيسبوك اسره سيغ شاد اف ام. تكلمنا على الحليب ديال الام، تكلمنا على ملي كتكون الولاده قيصريه ومني ما كتقدرش الام ترضع الولد ديالها في ديك 3 ايام الاولى الا بعض المرات، وقلنا بالعكس خاصها ترضعو كل مره كل ساعتين ولا كل ساعه ونص ملي كيحتاج للرضاعه. تطلب هذا الامر هذا كذلك في الليل يبات معها شي واحد من العائله ديالها ويطلبوا على انه ينزلوا لها الوليد هي اللي ترضع، خصوصا ذاك اللباء اللي هو الحليب الاول اللي كيكون صفر، هذاك مهم جدا وفي نسبه ديال كيعطي المناعه للجسم ديال الرضيع، ثم فيه غني يعني بكل المواد اللي هو محتاج لها. فكل هذه معلومات عطيناها المره اللي فاتت. اليوم غادي نواصلوا معك، لكن قبل فقط غنذكر باللي بغى يتصل بالدكتور على 0522 36 10 36 او عبر الاس ام اس 5566 ديال الدرام تي تي سي. لكان شي اضافه اخرى قبل ما ناخذ اسئله؟ اولا بدا اولا نجحتي في الامتحان ياك سيدي. عقلت مزيان. داكشي اللي قلتو تبارك الله عليك عاودتي من الف الى ياء، بمعنى انه الا حفظتي انتيا وحفظوا المستمعين الكرام، بمعنى ان الوليدات ديالنا في المستقبل ما غلقاوش معهم مشكل. هذه رقم واحد. رقم جوج، بوشر البارح كيتصل بي واحد الزوج قال لي راه سميتو الزوجه ديالي ولدات وبولاده قيصريه، وهذاك التهيئ اللي تبعت معك راه الحمد لله جاب النتيجه ان الحليب كان فايض عندها وبدا كيدعي معنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون في الميزان ديال الحسنات ديالنا كاملين، لان القناه كانت سبب باش انه وصلنا المعلومه الى هؤلاء الناس. وانت كذلك من الناس اللي فكروا في ان الموضوع خصنا نناقشوه، هي الرساله وصلت. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى جميع الدعاء يستفدوا منه كل المستمعين الكرام وكل اللي كانوا وراء تحضير لهذا البرنامج هذا. ثم بعد ذلك كاين بعض الاشارات مهمه جدا قبل ما نوصلوا للماكله ديال الوليدات الصغار ديالنا. الى عقلتي فاش كنا صغار ولا فاش الوالدين ديالنا شنو كانوا كيقولوا؟ نعسوا راهي في النعاس فين كتكبروا. كنا كنسمعوا نعسوا في النعاس فين كتكبروا، في النعاس وفي النعاس فين كتكبروا. فسبحان الله هاد الهضره بحال ما كانتش كتقال يعني عفويه ولا هباء منثوره، ولا يعني كانوا الناس ما قراوش وكانوا الناس ما تبعوش الدراسات ديالهم في مستويات عاليه، وكانوا والدينا وجدودنا. ومع ذلك العلم اثبت انه الان الى نعس الدري مده طويله في الفراش ديالو وخاصه بالليل، والى نعس وهو مرتاح، ولا نعس وخد الوقت الكافي ديالو، ولا نعس بصفه منتظمه، كتنتج له هذوك الهرمونات ديال لاكرواسونس ديال النمو واحد الشكل كبير، واحد الشكل غير عادي اللي كتخليه انه يزيد في. دابا هذه قاعده، هذه قاعده علميه. دابا ماشي ما بغيناش نكبروا ما نعسوش دابا. الا بغيتي ولدك ما يبقاش يطول دغيا وكذلك احنا، لان في الوقيته كما قلنا فاش كنبغي نمشي نعس في البيت ديالي خصني نعس في واحد البيت اللي يكون كله مظلم، الى درجه الا بغيت نشوف حال الجسد ديالي ما خصوش يبان ليا. هنا كتولي كتنتج ديك الميلاتونين اللي كتحاول تعطينا واحد المجموعه ديال الامور. غنديروها غير الدراري الصغار هذه القضيه. مرحبا. هذه الاولى. المساله الثانيه وهي كذلك مهمه جدا، وانه لما كينعس الوليد هذا النعاس المتواصل وهذا النعاس اللي فيه هذا الترتيب والمداومة عليه وبشكل معين، إلى بدا ينعس من 9 حتى 7 الصباح خصو ينعس من 9 حتى 7 الصباح، كذلك وسيلة من وسائل الرفع من المستوى ديال المناعة. ولقاو بأن الدري اللي كينعس بكري وكينعس مدة طويلة وبصفة مداومة الجهاز ديال المناعة ديالو كيولي قوي
بواحد الشكل غير عادي، الى درجه ان الكريات البيضاء عند هذوك الناس اللي كينعسوا بصفه مسترسله وبصفه منتظمه وفيها واحد الاريحيه، عندهم العدد ديال الكريات البيضاء عجيبه. وحنا كنعرفوا بان الكريات البيضاء هو الخط الامامي، اول خط امامي للدفاع على كل هجوم اللي ممكن انه يحصل داخل الجسم ديال الانسان. فهذه وسيله من الوسائل اللي نقدروا نعطيوها كهديه للمستمعين الكرام، على اساس ان ولادهم خصهم ينعسوا هو ناشط، هو مرتاح، هو لعبات معاه امه ولعب معاه باه بشويه وتكون عنده ديك النعسه ديالو بيريوديك. المساله الثالثه هو انه الوليد ياكل الامينه الوليد فاش كيكون ناعس بصفه منتظمه، ممكن ان هذاك النوم ديالو هو اللي كيهيئه لانه يوجد للنشاط ديال اليوم الثاني. هذه جمله عجيبه شي شويه، ولكن في حقيقه الواقع اثبت بانه الى نعس الوليد مده طويله ومرتاح، هذاك النوم ديالو هو اللي كيحاول يبرمج له الحركات والنشاط اللي غيقوم به في اليوم الموالي بدون مشاكل. وهذه كذلك علوم و يعني ابحاث هي اللي ثبتت هذه المساله هذه. نعم فهمتي المعنى ديالها؟ نعم. الى انت فاش كتنعسي في هذاك النوم ديالك العقل كيبرمج الانشطه اللي غتقوم بها في اليوم الموالي بدون مشاكل. كذلك لما كينعس الانسان وقت طويل ياك ما كاين اشهار اش كديري ليها كبيديك الا كان هناك اشهار غادي نوقفوا. النوم بطبيعه الحال ضروري، ولكن هذه مساله ما كتكونش عند الرضع، يعني كيكون النوم متقطع. نشوف واش كذلك عنده تاثير على هذا يعني الزياده وعلى الكبر ديالهم بشكل او النمو ديالهم بشكل اللي هو طبيعي او لا. وناخذوا كذلك الاسئله ديالكم بعد فاصل صغير ونستمعوا كذلك ومع الدكتور محمد احسن الاخصائي في التغذيه. اذا كان سؤالنا قبل ما نوقفوا، واش النوم المتقطع اللي كيكون عند الرضع ياثر على النمو ديالهم؟ يعني عادي كيفيق باش ياكل؟ شنو تبين؟ نعم. تبين بانه الرضع لما كياكل الحليب ديالو كينعس. فهذيك الفتره اللي كينعس فيها التمثيل الغذائي عنده الداخل كيولي كيلعب واحد الدور كبير في انه يهضم داك الحليب اللي خدم من المثدي ديال الام ديالو. غير ديك الفتره اللي نعسها مباشره بعد الشرب ديال الحليب. نعم. ديالو فما بالك الا يشد النوم ديالو مسترسل، لان الوليدات راه حنا هما المسؤولون، حنا غنجيو لهذه النقطه هذه، نحن هما المسؤولون على ذاك التقطع ديال النوم ديالو في في في, في الليل. علاش؟ كان دابا امثله والحمد لله جربتها مع البنيات ديالي بثلاثه، في الوقيته اللي كتزاد في ذاك النهار الثاني ديالها يستحيل انها تاخذ شي رضاعه او لا تاخذ شي كاس الماء ولا تغوت صغير واخا تغوت ديالو صغيره وفي الجوع. شوف نقول لك واحد القضيه، في ذاك الليل الاول والليل الثاني والليل الثالث هذاك هو الثلاث ايام ديال التدريب ديال الطريقه ديال النظام الغذائي عند الوليدات. دابا كما قلت لك هذه كيعيشوها الناس في اوروبا، واش تابعيني كيفاش كيديروها الناس في اوروبا، ولكن الحمد لله لما جربتها مع ثلاثه البنيات اللي عندي كذلك ديك الثلاث ايام الاولى كتعطيهم النهار الاول يرضعوا الاوقات ديالهم، كتحبس ليه اخر رضاعه مع 10 الليل وكتقول ليه بدايه من الان النوم حتى 7 الصباح، وكتخليه في ذاك النهار الاول كيتمحن مسكين بالغوات لان ما ولفش على هذا الامر هذا. النهار الثاني كذلك، ثم بعد ذلك كيعرف راسو كيقول لك هادو راه ما معاهمش اللعب، هادو راه واخا نبقي عليهم الليل كامل ولا يومين راه ما كاين ما غيديوهاش فيا، والله العظيم اللي كيرجع النوم ديالو. وانا ذاك لما كتعطيه ديك الفتره ديال النوم المتكامله كتشوف الولد ديالك في البنيه ديالو الحمد لله غادي مزيان، في الصحه ديالو غادي مزيان، في المناعه ديالو غادي مزيان. اذا هادو كلهم وسائل تدريبيه. انت دابا عاد قلتيها في المقدمه ديال الاخ اللي تكلمتي لنا عليه، فهذيك المقدمه كيقول لك اودي راه كل شيء ياتي مع التدريب، كل شيء ياتي مع الممارسه. فهذا الامر الى ربينا عليها وليداتنا. ها الفوائد شنو قلنا؟ قلنا الفائده الاولى الهرمون يعني ضروري خصها تكون مع الولاده، ولا تقدر يعني في الايام الاولى مثلا ثلاث ايام الاولى الى عنده اكثر من يعني كذلك. شوف الوقيته اللي غتبغي تربي عليها غير حاولي تكون صارمه، ماشي تجيك ديك الكبده على هو كيغوتها هو هذه القضيه ديال الكبيده ولا تحيد ليا مع الوليدات. نعسوا مع 10 الليل ولا مع 9 الليل ويفيق ليا مع 7 الصباح، انا ذاك نعطيه الوجبات ديال الافطار ديالو الحليبيه. عاد هكا لا انت غتعيشي مرتاحه ولا الوليد مسكين غادي يعيش مرتاح. وهذه هي النصيحه الاولى والاخيره اللي ممكن كاع الرضع غيدعيو في الدكتور محمد حسين. واخا ناخذ حسن من الخميسات. حسن السلام عليكم. وعليكم السلام اختي لاباس عليك. اهلا وسهلا.
وكي داير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك سي حسن تفضل. وكي داير السيد دكتور؟ السلام عليكم. لاباس عليك اخويا. الله يبارك فيك. وكنشكركم هذا البرنامج اخويا. مرحبا الوليدي. مرحبا. شكرا اخويا الله يحفظك. عندي واحد السؤال اخويا ديال الدراري الصغار. اييه. كاين واحد الدري ما كيرضاش مزيان. نعم. كاين واحد الدري ما كيرضاش مزيان. شحال عنده؟ عنده السنين هادي. نعم. عنده السنين. والسنين باقي كيرضع الله يديك السي حسن. ها؟ واش السنين كيرضع؟ اوا ما كيرضاش مزيان كو غير كيرضع كيرضع غير شويه. وشحال عنده في عمره؟ قلت لك شحال؟ شحال عنده؟ عامين قلت لك انا شحال عنده شحال؟ عامين عامين قلت لك عامين عامين راه شبع رضاع اش بغيتي؟ ها؟ عامين راه شبع رضاع اش بغيتي؟ لا ما كيرضعش مزيان كيرضع غير شي شويه. واش قبل كان كيرضع مزيان؟ ما كيرضعش مزيان كيرضع غير شي شويه ما بغاش يرضع مزيان. ملي تزاد ملي تزاد؟ ها؟ ملي تزاد هو ما سيرضعش مزيان؟ ما كيرضعش مزيان كما كيحس ما كير كيرضعش مزيان غير شي شويه. وباش عرفتوه راه ما سيرضعش مزيان؟ ما عرف واش من ما كدي ما ديتوش عند الطبيب ولا شي حاجه ولا الوزن ديالو قليل ولا لا؟ كان مشى عند الطبيب كيقول لك غير هادي ما عرف مازال ما واخا سي حسن ما عطاناش حتى شي جمله كامله مركبه باش نفهموا. واخا ناخذوا سناء من سطات. سناء السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا تفضلي. معي اميره. نعم مرحبا. كي دايره بخير؟ الله يبارك فيك سناء. الله يخليك. عندي واحد السؤال بخصوص. نعم. بغيت نقول له باني المهم انا ما ردتش ولدي بزاف، ردته غير بوندون 4 موا هكذاك. ومع الخدمه وهذا ملي دخلت الخدمه صافي ما بقاش فيا الحليب وهذا. دابا بغيت نسول دابا عنده عام وربع شهور، بغيت نسول غير واش نقدر نعوضو زعما داك الشيء اللي ما رضعش فيه زعما شنو زعما الماكلات الصحيه زعما اللي نقدر نعطيه بزاف. وداك ربع شهور رضعها مزيان؟ كنت كنعطيه رضاعة وحده بالحليب الاصطناعي في الليل مره وحده، ولكن توت لا جورني كان كيرضع مزيان. كيرضع من البزوله ديال المو يوميا مده ديال ربع شهور. كان كيرضع ولكن فاش اون فوا صافي دخلت نخدم بحال الا قلا الحليب وهو اصلا ما بقاش كياخذها. لا غير جاوبيني بعدا، واش ديك ربع شهور رضع منك مزيان؟ رضع مزيان. ممتاز. يجيك طيب. الجواب ان شاء الله. واضح سناء شكرا على اتصالك. طيب بالنسبه لحسن حنا غادي نحاولوا يعني عموما يعني بالنسبه للوليدات الصغار اللي تيكونوا ما تيرضعوش مزيان، اول حاجه بعدا باش نعرفوا انهم تيرضعوا او ما كيرضعوش مزيان هذا امر ما يمكنناش حنا نقرروه، يعني اللي كيمكن يحكم فيه هو الطبيب ديالو اللي الدري الصغار لما كان ديري كيشوف الوزن ديالو والتطور ديالو هو اللي كيقدر يحكم واش هاد الدري غادي فيه نمو مزيان ولا لا، لان الوليدات ما كيتقادوش، كاين اللي كيرضع بزاف كاين اللي كيرضع شويه، ورغم ذلك كتكون الصحه ديالو مزيانه، اذا هذا من جهه، ولكن في حاله ما مشينا عند الطبيب وقال لنا بلا هاد الوليد هذا ما تيرضعش مزيان، شنو هي الامور اللي نخليو او نحفزو انه يرضع؟ غير هي واحد المساله اللي خصنا نصحوها، ماشي ضروري الطبيب هو اللي خصو يعرف بان الوليد كيتزاد ولا ما كيتزادش في, 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 في الامور ديالو، الامهات اقرب طبيب الى الابناء ديالهم، لما الام كتشوف ولدها غادي وكينمو بيدو كتعرف بانه لا 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 هذا عرفتي كاع الامهات المغربيات كي نعم. كتبغي ولدها نعم بطيبيطه لا 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 عرفتيني خلينا الامهات يحكموا واش كي ما فهمتيش دابا شنو بغيت نقول لك. لا انا كنقول لك الوليدات بعينيه كنشوف واش ولدي راه هي مشكله بعينيها، هي خاصها تشوفو غليظ ومحينك يعني ما كتشوفش الوزن ديالو واش طبيعي ولا لا، اغلب الامهات كتشوف وليدها راضي خصو يكون طيب. هذيك مساله اخرى، هذيك مشيتي ديتيني نقطه اخرى، انا كنهضر على النمو العادي ديال الطفل اللي كنشوفو بعينيه على اساس انه ولدي غادي لا في الحيوي ديالو ولا في النشاط ديالو ولا في يعني في البناء ديالو ولا في الطول ديالو ولا في التركيبه ديالو غادي، وكاين هناك تحسن. لما كيكون هناك تعثر في المساله ديال التحسن ديالو كتبقى هي تسائل وعاد كتقول
كنشوف ولدي راه الطول ديالو ما غاديش مزيان، كنشوف ولدي الوزن ديالو ما غاديش مزيان، كنشوف لا بعينيا راه كاين هناك المشاهده العينيه هي اول حاجه. شكون اللي كيخليك تمشي للطبيب؟ انا نتفق معك دكتور في بعض المناطق المغربيه اللي ربما بعاد ولا ما يقدر لهمش يمشيوا للطبيب ولا كذا، ممكن نعتمدوا هذه المساله، ولكن في حاله ما توفر يعني الانسان عنده الطبيب وكذا، من الافضل ان يخلي الطبيب هو اللي انا كنشوفه من المقربين، وهذا كيكون وليدها ضعيف وهذا، ولكن كيمشي عند الطبيب تيقول لها طبيعي جدا الوزن هذا كلشي مزيان صحه مزيان، ولكن هي مقتنعه على ان ولدها راه صحته ما اي اذا شتي راه عينيها خلاتها كتقول بان ولدي راه ماشي هو هذاك، ولكن مشات غير لك صحه مزيان، مشات غير عند الطبيب غير ليطمئن القلب ديالها. نعم. صافي، اما الاصل وكون قال ولد ديالها غادي بالطريقه العاديه اللي كانت شافته بالنهار في ربع في الشهرين الاولى وربع شهور الثانيه وست شهور الثالثه، ما غاتمشيش لعند الطبيب، ما غاتمشيش تقلب على الامر. لكن لما كتشوف ولدها بانه غادي في واحد المسار اللي هو طبيعي، غالبا كتخليه غدا معاه، والامهات ديالنا واش كانت متبع مع الطبيب من الف تاليا؟ ما كانت، ولكن 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 لما كانت كتشوف شي وعكه لا في الطول ديالها ولا هذا، كتقول لك ولدي عنده شي مشكل وكطير. بعض المرات كيضربوا الكيلومترات والكيلومترات باش تمشي تشوف ولدها، لان كاين هذا مشاهده واقع فيه مشكل. وبالتالي هنا فاش كتجي كتقولي لي محطه ثانيه، كتقول لي الولد راه ولا كيطبز، الولد ولا كيزيد حتى بداو كيتحفروا ليه هاد الصباع ديالو من هاد الجهه، لما كيبداو يتحفروا الصباع ديال في دوك لي زارتيكولاسيون ديال الوليدات، هنا كيبدا التساؤل. كنولي كنشوفوا بانه فلاج ديال مثلا ديال 6 شهور اللي خصو يكون فيه 6 5 كيلو ونص حتى 6 كيلو، كنلقى فيه واحد 9 كيلو، هنا كيبان لي بان هناك خلل، والرجوع لهذا الخلل الى الطريقه ديال الاكل ديالو. وبالتالي خصني نشوف اشنو كنعطيه، اشنو كنعطيه. هنا فين نرجع فاش الوقيته اللي غنعطيو البرامج الغذائيه ديال الوليدات ديالنا، خص الامهات تكون عندهم قبل في الوقيته ديال الحليب ما كيرضعش مثلا الحليب بزاف، كيفاش نخليه زعما يرضع؟ ما كيرضعش بزاف. فوقاش غنعرف بان ولدي اولا كنشوف النمو ديالو غادي بواحد السرعه، وهذا الحليب ما بقاش كافيه، الوليد غير كيشوف ذاك الحليب ديال ما بقاش كافيه كيحس براسو بان الجوع مازال كاين كيبدا يغوت. وهنا يعني هذا سبب، يعني يقدر ماشي الولد اللي ما كيرضعش، ولكن الحليب ديال امه اللي ناقص، وبالتالي هو لما كيكون عنده مازال الجوع كيريكلامي على ذاك الجوع ديالو بانه كيبكي. وفي الوقيته اللي كتشوف الام بان الولد رغم رضعاته ورغم نقي وما كاين حتى شي حاجه وكيغوت، اذا هذاك الحليب اللي عاطيه مازال ما غير كافي. اما اذا كان مثلا الحليب كاين وهو رضع ولكن ما كيرضعش بزاف، يعني صافي راه خدا الكفايه، خدا الكفايه ديالو، يعني ما نخافوش، ما تخافيش منه والامر ديالو غادي بسلام. نعم. طيب غادي نوقفوا سريعا مع فاصل ونرجعوا نجاوبوا سناء بالنسبه للولد ديالها عام واربع شهور واللي رضعته اربع اشهر فقط. إجابة على سؤال ديال سناء دكتور محمد أحسين أخصائي في التغذية، سناء الطفل ديالها اللي عنده دابا عام واربع شهور، رضعته اربع شهور واش كافية؟ هي اربع شهور في حقيقة، اربع شهور فيها داكشي اللي كان خصو يتعطى الوليد الحمد لله ما كان كافي، لان كما تكلمنا المره اللي دازت شنو قلنا؟ قلنا بان الوحيد اللي عارف اشنو كاين في شنو ناقص في البناء ديال ذاك الرضيع هو الدماغ ديال الام، وغالبا ما سميتو الترميمات الكليه كتكون ما بين صفر حتى الخمس شهور، هي رضعات سميتو اربع شهور، وديك اربع شهور تقريبا راه 90% ديال الترميمات اللي كان خصهم يكونوا في الوليد الحمد لله صفطتهم ليهم على الحليب، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان الامور ديال هذا الوليد هذا ما يكون فيه حتى شي نقص باذن الله. فالام لما كترضع الولد ديالها خمس شهور كامله عارفي بان عطات جميع الاحتياجات الترميميه لتكميل البناء ديال ذاك الجنين او ديال ذاك الرضع. فوقاش كيوقع المشكل؟ هو في الوقيته اللي كتحبس الام الرضاع الوليد ديالها في الشهر الاول، الرضاع الوليد ديالها في الشهر الاول، وبالتالي فالاخت سناء يعني ما تخوفش، والماكله اللي خصها تعطي ليه باش يتبنى بناء سليم هي اللي غادي ان شاء الله نبرمجوها في يعني في الحلقه ديالنا ديال اليوم او لا في لاسويت ديالها ان شاء الله في الاسبوع المقبل. نعم. باش كما قلت لك دابا الان رحنا في غضون بناء ذاك الرضيع ديالنا، قلنا اول حاجه نفكروا فيها قبل ما نوصلوا للمرحله ديال الماكله هو انه نعطيو الوليد ديالنا الوقت الكافي من النوم. نعم. الوقت الكافي من النوم، احنا قلنا المحطة الأولى والمحطة الثانية والمحطة الثالثة، المحطة الرابعة قلنا بأنه إلا نعس الدري هو مرتاح،
نعس الدري وخدا الفتره المده الزمنيه ديال النعاس ديالو مقاده، نعس الدري بصفه مداومه. هاد ثلاثه ديال الامور خصنا نراعيو ليهم في الوقيته. الا كان كيتبع هذا الامر بالشكل اللي تكلمنا عليه، كون على اليقين ان التمثيل الغذائي عنده ممتاز، غيكون عنده ممتاز. شنو هو التمثيل الغذائي؟ التمثيل الغذائي هو داك الشيء، المكونات اللي كاينه في الحليب كلها كتهرس وتعطينا، الا كان بروتينات كتعطينا احماض امينيه اللي كتدخل وتنفع الدري، الا كان دهنيات داك الدهنيات اللي كتكون في الحليب كتهرس وكتعطينا احماض الدهنيه البسيطه اللي كتدخل كيستافد منها الجسم ديال الانسان. دوك الاملاح المعدنيه كتدخل وكيستافد منها الجسم ديال الانسان. وهذاك الوليد الا نعس مزيان كما كنقول الحركات الاستقلابيه عنده ديالو او لا التمثيل الغذائي ديالو عنده كيكون عجيب وعجيب جدا. شوف فقط الا نعس الوليد نعسه مرتاحه، نعس الوليد بصفه مداومه. إلا كان كينعس من 9 ل 7 الصباح خصو ينعس دائما 9 ل 7 الصباح، فهذا الأمر هذا مهم ومهم جدا. كذلك لما كينعس الإنسان أو الرضيع ذاك الوقيتة اللي تكلمنا عليها، الجهاز الهضمي ديالو كينتظم، ودوك الحركات الدودية اللي كتكون في الأمعاء الدقيقة واللي كتكون في القولون كيربيهم من الصغر ديالو. راه لما كيكبر الانسان وكيوصل 30 عام و 35 عام وكيكون عنده مشكل في ذوك الحركات الدوديه ديال الامعاء الدقيقه والحركات الدوديه ديال القولون، كنعرف بانه البناء من الاول كان فيه العشوائيه. فلهذا كنعطيو لوليداتنا الوقت الكافي في النوم باش انه من الشهور الاولى ديالو كيربي المعده ديالو على انها تشتغل بنظام وانتظام، كيربي الامعاء الدقيقه باش دير ديك الحركات الدوديه ديالها مقاده، كيربي القولون باش انه كذلك يدير دوك الحركات الدوديه ديالو مقاده. وهنا كيولي كيبني الشخصيه ديالو اللي قلتي قبيله، لا الفيزيولوجيه ولا الميكانيكيه ولا الهرمونيه، غير بالطرق اللي حنا تكلمنا عنها. حنا قلنا غير الا نعس مزيان الهرمون ديال النمو كيكون عنده في انتاج وافر وبعدد كافي اللي يعطيه ذاك النمو العادي والمفيد جدا. فهذه هي الرساله الاولى اللي غادي نحاولوا نصيفطوها للامهات باش يحاولوا يتبعوها، وهذه طريقه بسيطه وطريقه علميه اللي ممكن انها تفيد الابن ديالها واحد المجموعه ديال الامور. نعم. طيب ناخذ اتصال اخر دائما على 05 22 36 10 36. معنا خديجه من الدار البيضاء 28 سنه. خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدايرك اختي امينه؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. الحمد لله. كيداير الدكتور؟ لاباس عليك. لاباس الله يجازيك بخير. السؤال ديالي، انا حامله والطبيبه قالت لي درت لي الوقت، والبارح درت البازا قال لي باقي فيه الماء ديالو فاش كيعيش، وبغيت تيجيك نزعم تما شي وصفه اللي تساعد فيا وجع خفيف. نعم. طيب اولا خديجه، حنا معنا الدكتور محمد حسين واخصائي في التغذيه ماشي في يعني امراض النساء والولاده. وإلا مشيتي عند طبيب وطمئنك وكل شيء، فان شاء الله كنطلبوا لك يا ربي تكون كل شيء زمان يديه، يا ربي على خديجه ويسر لها الولاده ان شاء الله. وبغيتي على الوجع يا ربي يجيك الوجع باش اليوم تفكي ان شاء الله على خير. خديجه الله ينوضك على خير. ام رغد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا تفضلي. الله يجزاك بخير. اولا جزاكم الله خيرا عنا وانت من اهل الجزاء. تفضلي. عافاك يا سؤالي. ام رغد مين؟ ام رغد من توريرت. ياك توريرت. مرحبا. نعم بارك الله فيك. عافاك سؤالي للدكتور احسين. مرحبا. جربت ديك الوجبه ديال لي غاشيم؟ وي. كاع حامله في الشهر السابع. وي. ولات سيزاريان ولكن عندي مشكل تاع الحليب ناقص. رغم انني زدت مر ما ولدت شي تقريبا تخوامه وانا كنشربها عاود. اشنو هي هاد الوصفه؟ رشيم القمح. درت الشعير الحمص. درتيهم ثلاث اشهر. من السابع. ايوا. وعندي المشكل ديال الحليب. يعني شنو هو ناقص قليل؟ ناقص بزاف، يعني لدرجه اني اربعه ديال لي بيبرون تقريبا. شحال دابا باش ولدتي؟ دابا 5 موا. 5 موا. واه. وفاش ولدتي رضعتي في اليامات الاولى؟ ولدت سيزارين ديجو الاولى، يعني كانت قليله يعني. واضح. طيب غنشوفوا الدكتور واش عنده شي سؤال. مرحبا. في الوقيته اللي درتي لا سيزارين، واه كي كانت الحاله النفسيه عندك؟ كنتي مخلوعه؟ كنتي يعني اول ولده عندك هذه ولا اش من ولده عندك هذه؟ ولا الثانيه ولا الثالثه؟ ام رغد. الو ام رغد. طيب انقطع الخط. نعم. فبالنسبه للامهات في هذه الوقيته هذه يراعيوا واحد المساله مهمه جدا، هو العامل النفسي.
العامل النفسي ممكن ولو انها يكون عندها الحليب بواحد الشكل كبير، الا كان وقع لها غير توتر مع الزوج ديالها او للعائله ديال الزوج ديالها ممكن يكون سبب في انه الحليب ينقطع عليها. فولا كذلك فاش كتكون الام غتولد اول مره، هذيك الخلعه ديال انها غتفتح كتقدر تهرب لها الحليب. فلما كتمشي الام هاد الام باش الوضع المساله ديال الوضع ديالها، دير في بالها بان المساله ديال الوضع مساله بسيطه، مساله عاديه، وان داك لاسيزاريان اللي غديرها كذلك ولات مساله عاديه. بل الناس ما عمرهم ما ولاو كيفكروا بانه يمشيوا لاسيزاريان اوليو باش يديروا الولاده العاديه باش يحافظوا على واحد المجموعه ديال الجماليات في الجسد ديالهم، فهذا امر طبيعي. رغم انك غير متفق غير بين قوسين. نعم هذه ما يعتبروهاش انك راك تنصحهم. لا لا ابدا ابدا، واش عمري ننصح ان شي ام باش تقوم، لان بمجرد انها تشرق لي اللحم ديالها هذيك بعدا كان فيها لخبطه في العمل الفيزيولوجي ديال الجسم ديالها. عوض ما التفكير ديال الدماغ ديالها يمشي للحليب ينتجو، كيولي يفكر انه هذا يداوي الجرح ويداوي ذاك العامل النفسي ديالها ويداوي التاثيرات الفيزيولوجيه والهرمونيه اللي كاينه عندها، عاد يرجع للحليب. دونك كتولي وحنا دابا في الابحاث اللي كنقول للطالب عندي شتي الا بغى غير يدير معايا البحث خصو الصباط ديالو يكون واسع عليه، راه الا زير على الصباط ديالو طرف من التفكير ديالو كيمشي لديك الزيره ديال الصباط اللي عنده في الرجل ديالو. فما بالك بواحد شرقتي لها اللحم ديالها وغتكون هناك تعفن وغيكون طرف كبير ديال الدماغ ديالها غيمشي لذاك غيمشي للجرح، وبالتالي غيكون هناك مشكل. فاحنا شنو قلنا؟ قلنا بان هذا الحليب ولا تهيئ الحليب للمراه في الوقيته اللي كتولد بطريقه عاديه يستحيل ان الحليب ما يجيش معها. ولكن ومع ذلك قلنا كاين هناك حالات اللي داروا سيزاريان وجاب ربي معهم الحليب، ولو انهم يعني ولو انهم داروا لا سيزاريان جا معهم الحليب. نعم. فهذا شنو كيقول؟ كيتبين بانه الامر ديال الانتاج ديال الحليب له علاقه وطيده. نعم. مع الحاله النفسيه شكرا لك، ومع النفسيه ومع سميتو انعدام الجروح. نعم. في الجسم ديال الانسان. شكرا لك دكتور محمد احسين اخصائي في التغذيه، كنت معنا في موضوع تغذيه ديال الرضيع.